السلام عليكم ورحمة الله أخواتي العزيزات متتبعات قناة عالم أم هناء، مرحبا بكم معي وعيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة. إن شاء الله غد نقدم لكم هذا الرشيمة هذه اللي شفنا طلب كبير عليها في موقع التواصل. هذه رشيمة ديال القفطان ديال الفنانة لطيفة رأفت، ضفت لها بعض الإضافات بالنسبة للرشمة. كيفاش طبقتها؟ كنديرو الدورة ديال العنق على حساب القفطان كيف ما بغيتي، كيكون دائري او كيكون كلفي. بالنسبة للنسطوق درت فيه 25 سنتيم في الطول من الفوق حتى الاخر ديال هاد العرش. بالنسبة لهاد بالنسبة لهاد العرض ديال هاد الكول هنايا درت فيه 2 ديال السنتيم، والدوائر هنايا تراسيتهم بخمسة دراهم او 10 دراهم. وهاد العريشات هادو درتهم بهاد الشكل هذا، تراسيتهم في واحد الوريقة وكننزلها بقندور بالقلم على حسب العدد اللي بغيتي نتيا وعلى حسب النسطوق شحال بغيتي ديري فيه. كنحتاجو كذلك الورق ديال الجيلاتين. بالنسبة لهاد الرشمة هادي احتاجت ليها 4 متر، يجي كافي. كنحتاجو كذلك ليزيست خاص، درت انايا هاد النوع الغليظ، كديرو النوع رقيق ولا ديرو اللي بغيتو نتوما اي لون. غادي ندير الاهرام بجوج ديال الالوان، وغادي ندير كذلك الموزون وهاد الحجيرات. تبعوا معايا الطريقه وان شاء الله تنجح معكم بسم الله على بركه الله. كناخذوا الورق ديال الجيلاتين كنديروا تحت منه الرشمه وكنثبتوه بالفنايت بهاد الشكل هذا من الجوانب. كنحتاجو الترونشوار اللي كنطراسيو به باش ما كيضيعش لينا ورقة الجيلاتين. كنقطعو فقط البلاصه اللي غادي اللي رشمناها، غادي نقطعو بهاد الطريقه. كتحاولوا مع الترونشوار باش كيقطع غير الورقة الفوقانية، مكيقطعهمش بجوج، راه ساهل. هانتوما كي كتشوفوا غادي نجبد غادي تحيد بسهولة. نخليو فقط البلاصه اللي بغينا نخدمو فيها، الباقي راه كيشكلنا باش كنديرو الكميمات. غادي ناخدو لي زيستراس ديالنا نبداو ندوروهم على الرشمه.
كنسعفو مع الجيلاتين لانه كيبقى لصق لينا في اليد، كنحاولو معاه بالخصوص الا كان شي جيلاتين من النوع الجيد راه كيبقى يلتصق في اليدين، كنسعفو معاه حتى كنكملو. شوفوا معايا الطريقه مزيان، كنحاول انني ندور ديزيستراس على رشمة كاملها، بالنسبه للمقص ديال الخدمه حاولوا انكم تشريوا المقص داك الصغيور اللي راسو كيكون مدور شي شويه، انايا مازال ما شريتوش ما كاينش عندي، واخا هذا راه كيقضي حاجه ولكن هذاك هو احسن بالنسبه لهذه الخدمه ديال الجيلاتين. غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل السطوق ديالي ونعود نتلاقاو. كيف كتلاحظوا انا كملت الرشمه ديالي، دورت لها لي زيستراس كاملها، بقات لي الدوره ديال العنق، كنوضع هذه الاشرطه هذه في الوسط ديالها باش كنفرق ما بين الالوان ديال الاهرام. نبدا دابا كنعمر الاهرام، اختاريت ندير جوج ديال الالوان، بامكانكم ديروا اكثر. بالنسبه لي انا درت غير الاهرام، ما بغيتش ندير الكافيار. ردوا بالكم البنات مع الكافيار انه كيخسر، يعني حشمني مع واحد السيده درتو ليها في واحد القفطان ومشابهات للون ديالو، من الافضل انكم ما ديروش، من الافضل انكم تعمروا فقط مزيان بالاهرام، غير حاولوا صبروا ليه قوت وركوا عليه مزيان وعمروا مزيان، راه هو كيجي احسن وما كيخسرش مع المده وما كيخسرش بالحديده. الكافيار ولا اللون ديالو بيض، كان اللون ديالو ازرق ولا بيض، واخا قال لي مول الحانوت انه النوع الجيد راه ما صدقش.
ردوا بالكم البنات معاه. غادي نستمر بهذا الشكل. هانتوما كيف كتشوفوا من بعد ما عمرتو كيجي على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ هاد الاحجار غنوضعهم في الوسط ديال الدوائر اللي درت. غادي نزوق بالموزون بهذا الشكل، كندير وحده على وحده، كنحاول ندير الطرف فوق الطرف باش كتجي بحال الورده، وكنحاول ندير الجهه اللي حرشه للفوق ديال الموزون. البنات اللي مولفين كينبتوا بالموزون راه كيعرفوا الطريقه. بالنسبه للمبتدئات ما ديروش الجهه اللي ملسه للفوق، كنديروا الجهه الملسه للاسفل، وكنحاولوا نديروا ديك التقيبه اللي كندوزوا منها البرا والخيط للداخل باش ما كتبانش، باش كتجينا خدمه متقونه. نعود معكم وحده اخرى، كنديرو حرف على الحرف ديال الموزونة. نحاولو نبركو من بعد ما كنكملهم كاملين بهذا الشكل. غادي نحاول نحيد الجيلاتين، كنقطعو غير بشويه، كنحيد الجوانب اللي ما فيهمش اللصاق هما الاولين. ما تلوحوهمش لانكم باقيين غادي تخدموا بهم اشكال اخرين. كتحاولوا ما امكن تحافظوا على الجيلاتين ديالكم، كتخدموا غير بداك الشيء غير بالقياس ديالكم. كاع الطريفات اللي بقاو راه ممكن دير بهم وريضات القفطنات صغار، ممكن دير بهم اشكال صغيره. ني دابا غادي ندير منهم الكمام، غادي ندور بالمقص على جميع الجوانب حتى كنخلي غير الرشمه بوحدها. غادي ندوزو دابا نصوبو الكميمات ديالنا، كنديرو الطول ديال الأكمام داكشي اللي درنا في الطول ديالهم. بالنسبة للعرض كندير جوج ديال سنتيم في الرشمة كيفما درت في الدورة ديال العنق. كنلصقو الجيلاتين على الرشمة بنفس الطريقة باش درنا العنق، وكندورو عليها لزيست خاص. غادي ندير أشرطة في الوسط باش كنفرق الألوان ديال الأهرام. غادي نبدا نعمر دابا الأهرام. كنحاول نعمر الفراغات مزيان. وهذا هو الشكل النهائي ديال صدر الجيلاتين اللي خدمنا اليوم. كيجي شكيل جميل وراقي وسهل في نفس الوقت، ما كيتقامش غالي بزاف. بالنسبه للكميمات حتى هما قطعتهم بنفس الطريقه، حيت لهم الجوانب. بالنسبه لهذا الوسط هذا
اللي ما بغاتش تخليه مفتوح، انا خليته مفتوح لانني خدمت القفطان من الوسط، زديته براندة رقيقة. دابا تشوفوا معايا في الفيديو القادم ان شاء الله كيفاش غادي نلصق هاد الصدر هذا على توب. بالنسبة لكم اللي ما بغاتش تخليها الصدر مفتوح، كتخليه ما كتحلوش من الوسط، وكتلصق له واحد الخط ديال لي ستراس كتزيدوا ليه من الوسط، وكيبقى لها مجموع. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ونتمنى انكم تكونوا متتبعات وفيات للقناة وتشتركوا فيها وتضغطوا على زر اعجاب وتخليوا لي تعليق. ما تنسوش انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نتمنى كذلك انني نكون عند حسن الظن ديالكم. شكرا لكم حبيباتي، الله يوفقنا لما فيه الخير. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.